يواصل المؤتمر والمعرض العربي الأول للأمن السبراني أنشطته في يومه الثاني، والذي يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية بالتحول إلى النظم الرقمية في تقديم الخدمات بمشاركة مسؤولي دول العالم في مجال الأمن السبراني. يأتي هذا الحدث الأول من نوعه في ظل ما حققته مملكة البحرين من إنجازات متتالية أمنية متقدمة بمنهج احترافي وتأسيس بنية تحتية آمنة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في الوقت الذي تستمر فيه مملكة البحرين تسجيل العديد من المكاسب الأمنية المتقدمة، وضمن إطار مضاعفة جهودها الموجهة نحو التصدي لمختلف أشكال المخاطر السبرانية، بأن مقدار الاهتمام البالغ الذي توليه مملكة البحرين في كل ما يتعلق بقطاع المعلومات والاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية في توفير الحماية الكاملة والمطلقة لقطاعات العمل الحيوية كافة، ففي منطقة الصغير بمركز البحرين العالمي للمعارض يواصل المؤتمر والمعرض العربي الأول للأمن السبراني فعالياته في يومه الثاني بمشاركة واسعة مختلف دول العالم للاطلاع على تجارب الخبراء والدول في مجال الأمن السبراني. مثل هاي الحدث يصير في البحرين يعزز ثقافة التكنولوجيا والأمن السبراني حق كل القطاعات، مو بس قطاع التكنولوجيا وقطاع الاتصالات. يعني الأمن السبراني لازم يكون متواجد في جميع القطاعات من صغيرهم لكبيرهم. الأمن السبراني شيء جديد في العالم، وكحدث مثل ذي يصير في البحرين شيء كلش جميل، ويخلق شراكات ويانا ويا شركات عالمية. شركة هنا جدا مهمة، إنه في البداية إحنا شركة محلية عمانية، فأساس نطلع برا ونشوف الخليج وايش احتياجات الخليج وايش البوليسيز والكومبلاينسز اللي موجوده في الخليج، هذا جدا شيء جدا مهم حالنا احنا. والحمد لله في شركات كثيره جايه وتبدا وناشئه في دول الخليج في هذا المجال. يعني شفنا السيرت من جميع الدول الشقيقه العربيه متحدين في مكان واحد من ناحيه الدريلز، من ناحيه الايفنتس والاكزيبيشن والمؤتمرات هذه. ويهدف هذا التجمع إلى تعزيز الابتكار في مجال الأمن السبراني وتسليط الضوء على المبادرات العالمية وأحدث الاتجاهات في هذا المجال. الحمد لله احنا كشركاتنا هنا في البحرين وشركات عالمية شغلتنا ان احنا نحاول ننمي هالقطاع ونحاول نحمي اللي هو البنية التحتية الإلكترونية في البحرين. والثاني شيء أهمية هالمعرض اللي عشان الناس اللي يتعرفون على هالمجال أكثر، خاصة الأوادم اللي بيتخرجون من الجامعة أو حتى أوادم اللي عندهم البوليسي ميكرز أو المدراء في الشركات عشان يتعرفون على هالمجال أكثر. مملكة البحرين كانت وما زالت تبذل عظيم الجهود الرامية إلى مجابهة التحديات السبرانية المتزايدة في عالمنا المتغير والمتطور، حتى باتت من بين الدول المتقدمة والرائدة التي حفظت مسيرتها المشرقة من خلال التحول الرقمي في إطار ما تتبناه من خطط متكاملة تحل على بدن العديد من المبادرات والمشاريع الرقمية. احتضان مملكة البحرين لمثل هذه المؤتمرات والمعارض في نسختها الأولى يؤكد على ريادتها في مجال الأمن السبراني، والذي يعد أحد الركائن الأساسية في التقنية والاتصال، والذي سيلعب دورا في التأثير إيجابا على مختلف الأصعدة في العالم. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.